بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام مع الآيات الكريمة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقد وصلنا في الحلقة السابقة إلى الكلام على الآية الثانية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم تحت الكفار لأنهم شر من الكفار، لأن الكفار معروف أنهم أعداء، فيتخذ نحوهم ما يلزم من الحيطة والجهاد، وأما المنافقون فإنهم يدعون الإيمان خداعا ليعيشوا مع المؤمنين ويطلعوا على أسرارهم ويلقوا بينهم، يلقوا بين المسلمين الشقاق واختلاف القلوب بسبب الوشاية والنميمة بين المسلمين. هذا شأن المنافقين، فلذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار لأن خطرهم أعظم. وقد قال الله جل وعلا فيهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهم أشد خطرا على المسلمين من الكفار المصرحين بكفرهم، ولن تجد لهم نصيرا، أي لا يجدون من يخلصهم من هذا العذاب المهين في الدرك الأسفل من النار. لن ينصرهم من لجأوا إليه في الدنيا من الكفار وانحازوا إليه عند الشدائد، فإنه لن ينصرهم إذا وقعوا في الدرك الأسفل من النار. وهذا فيه التهديد والوعيد والتحذير من النفاق بأنواعه. النفاق كما أسلفنا يكون نفاقا اعتقاديا ليس معه إيمان، وهذا هو الذي يكون صاحبه في هذه المنزلة في الدرك الأسفل من النار، ويكون نفاقا عمليا يصدر من المؤمن معه إيمان لكن يكون معه خصلة أو خصال من النفاق، وهذا ينقص إيمانه وقد يجره إلى النفاق الأكبر، فله نصيب من هذا الوعيد. فعلى المسلم أن يحذر من النفاق غاية الحذر. ثم قال الله جل وعلا: إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من المنافقين ورجعوا إلى الإيمان الصحيح وتركوا النفاق، فإن الله جل وعلا يقبل التوبة ممن تاب أيا كان ذنبه، كفرا أو شركا أو نفاقا أو فسوقا أو غير ذلك، فإن الله يتوب على من تاب. فالمنافقون على شرهم وشناعة فعلهم، مخادعتهم لله ولرسوله وللمؤمنين، لو تابوا تاب الله عليهم، ولذلك استثنى الله من تاب منهم فلا يكون في الدرك الأسفل من النار بل يكون مع المؤمنين، والمؤمنون في الجنة.
إلا الذين تابوا، أي رجعوا عن النفاق إلى الإيمان. إلا الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا عملهم. فلا تكفي التوبة بدون إصلاح العمل، لأن من شروط التوبة ترك الذنب نفاقا أو غيره، والعزم أن لا يعود إليه، والندم على ما فات. وفي ضمن ذلك إصلاح العمل لله عز وجل، فبدل أن يعمل أعمال المنافقين يعمل أعمال المؤمنين. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، استعانوا بالله عز وجل ولجأوا إليه، بدل أن يستعينوا بالكفار، لأن المنافقين يستعينون بالكفار ويعتصمون بهم. فإذا تابوا إلى الله وتركوا الاعتصام بالكفار واعتصموا بالله وحده وكانوا مع المؤمنين، تغيرت حالهم واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، بخلاف المنافقين فإنهم لا يخلصون الدين لله عز وجل، وإنما يتظاهرون بالدين وهم يكفرون به في الباطن. فإذا تابوا عن هذا وأخلصوا دينهم لله من النفاق، ألم يكن فيه نفاق بل كان دينا خالصا، فأولئك مع المؤمنين. إذا تحققت فيهم هذه، إذا تحققت فيهم التوبة بهذه الشروط والصفات العظيمة، قال الله جل وعلا فأولئك مع المؤمنين، بدل أن يكونوا مع الكفار. وذلك أنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود والمشركين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا تابوا صاروا مع المؤمنين، وهذا أيضا من علامات صحة توبتهم، أنهم ينحازون إلى المؤمنين في السراء والضراء في الدنيا، ويكونون معهم في الآخرة أيضا. فأولئك مع المؤمنين. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن ما يجزي به المؤمنين، قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. سوف يعني في المستقبل، فسوف للترتيب المتأخر، فهي تسمى التسويف. وس يفعل كذا، هذا للتنفيس وهو الوقت القريب. قوله تعالى سوف يؤتي الله المؤمنين يعني في الآخرة أجرا عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالمنافقون إذا تابوا إلى الله صاروا مع المؤمنين ونالوا هذا الأجر العظيم، فهذا ترغيب لهم في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.